الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلقنا فهو يهدينا، والذي هو يطعمنا ويسقينا، وإذا مرضنا فهو يشفينا، والذي هو يميتنا ثم يحيينا. إلى الإله مصيري، حقا إليه المصير. فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير. صرحت طرفي إليها فعاد وهو حسير، وقال إن إلهي على الأمور قدير، فاعبده وارجع إليه تجده نعم النصير. عما قريب ستمضي وقد ركبت السرير، وتنزل القبر حتما وذاك يوم عسير. في القبر هم وغم ومنكر ونكير، والقبر إما جنان لنا وإما سعير. فاعمل لدنياك خيرا تمت راضي الضمير. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. يتواصل العطاء واللقاء، ونحن في ليل التكريم. الأم الراحلة رحمة الله عليها، حرم المرحوم الحاج مصطفى الشيوي، جينا مشاركين، عموم عائلات الشيوي جينا مشاركين، معالي المستشار عماد الشيوي، الأستاذ جمال الشيوي، الحاج همام الشيوي، الأستاذ الدكتور إيهاب همام الشيوي، الدكتور عماد الشيوي، الأستاذ محمود الشيوي، الأستاذ علاء خضر الشيوي، الأستاذ أيمن الشيوي. العائلة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية عطرة مباركة نتلوها على مسامح حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الكبير والنجم الساطع في سماء دولة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ السيد الغرباوي. يتفضل فضيلته مشكورا للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا حالك تسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. استاذنا يا عم دي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار
فجاس خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليتبروا ما علوا تتبيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يا منجي يا رب سلم يا رب عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يا منجي يا رب سلم يا رب سلم يا منجي إن هذا القرآن أنا يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار مشان يا عم ريل جاي مشان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا يا عم ود يا عمر شوي كده في ايه وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا ذكر لك
منورنا والله. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم.